السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. الفيديو بتاعنا النهاردة في جولة في مول أنصار جاليري. المول ده من المولات اللي بتعمل ساعات عروض جميلة جدا بالنسبة للناس الموجودة هنا في الدوحة، وبالنسبة للناس اللي في مصر. أنا عامة في أي دولة كنت حابب أخدكم جولة معايا في عشان نتفرج على العروض الموجودة هنا إيه، وإيه المنتجات المتوفرة هنا وموجودة هنا في دولة قطر. أسيبكم الوقت مع الفيديو. دلوقتي احنا داخلين على مول انصار جاليري، زي ما انتم شايفين هو مول كبير جدا، مساحته كبيره جدا، في كل المنتجات اللي ممكن تتخيلوها، يعني من اجهزه كهربائيه، ملابس، اساس، حاجات خاصه بالمطابخ والحمامات. بصراحه من المولات الجميله جدا هنا يعني، واسعاره في متناول اي حد، يعني مش بيعتمد على فئه معينه. في برضو قسم خاص بالسوبر ماركت برضو عشان الناس اللي عايزه اي حاجه خاصه بالسوبر ماركت. وزي ما انتم شايفين كده من بره، هو ده الفرع عامه بتاع بروه، منطقه اسمها بروه هنا في الدوحه. زي ما انتم شايفين كل قسم مكتوب عليه الاسم بتاعه من بره، عشان يعني دي ميزه فيه بصراحه، عشان لو انت هتحط عربيتك في باركنج او حاجه بتشوف القسم بالظبط اللي انت عايز تنزل تتسوق فيه ايه، وتجيب منه حاجتك بسرعه، مش لازم ان انت تلف على المناطق كلها يعني. هو بس طبعا بتبقى المشكلة اللي بتقابلنا هنا ساعات، اللي هي فترة الأجازات الخميس والجمعة، بتبقى الدنيا زحمة جدا عشان الواحد يلاقي باركنج هنا. بس هو بصراحة المكان يستاهل إن أنت تدور على باركنج، إن أنت هتلاقي فيه حاجات كتير فعلا ممكن ما تلاقيهاش في أي مكان دلوقتي. طبعا تاني. احنا داخلين على المول، بس طبعا لازم زي ما قلت لكم قبل كده في المولات هنا بيبقى في برنامج اسمه احتراز، لازم بنظهره للسيكيورتي عشان يشوف اذا كنا احنا اخدين اللقاح ولا لا، او اذا كان احنا مصرح هنا بالدخول ولا لا. هنبدأ يعني هنا بقسم الاجهزه بتاعت المطبخ، خاصه المطبخ. في هنا الفرن ده مثلا هنا 100 لتر نزل عليه عرض هنا ب 429 ريال، طبعا عرض تحفة جدا. وهنا برضو ده تقريبا 85 لتر ب 400 ريال، محترم جدا الفرن ده. والشواية الحاجات دي كلها تبقى أسعارها أغلى من كده في الأيام العادية بصراحة. ده برضو جي بي اس، ده من الأفران المحترمة جدا، ده 75 لتر ب 459، وفي مروحة داخلية عشان توزيع الحرارة زي ما انتم شايفين كده. طبعا بركز لكم على الحاجات المهمة يعني الأكثر استخداما يعني. هنا ده برضو بالنسبة للمنتجات المسطحة زي ما انتم شايفين كده، في حاجة زي البوتاجاز ده كده محترم جدا على فكرة، عن تجربة، ده مثلا ب 149 ريال، محترم جدا البوتاجاز المسطح ده. انت ممكن بالنسبة للبوتاجاز او الفرن انت كده مظبط امورك يعني. الناس اللي بتطلع سفاري برضو في الكشافين دول عليهم عرض ب 95 ريال. ماركة جي بي اس ده على فكرة يا جماعة عن تجربة من الماركات الجميلة جدا يعني، ما كنتش مش مشهورة بس حلوة جدا. ده برضو عرض تاني ب 69 ريال. دي هنا بالنسبة برضو للحلة الكهربائية بتاعة الرز، دي هنا ب 69 ريال تقريبا، نزل عليها عرض برضو. ده هنا بقى يا جماعة كل الرنجات الخاصة بالتصوير كل أنواع. يعني واحد زي ده كده هنا سعره 30 ريال، حلو جدا مش وحش بصراحة، خامته نظيفة جدا.
هنا برضه يا جماعه نزل اللي هو الاديداس نزل العرق التلاتة ب21.75، عرض جميل جدا بصراحة، عرض تحفة. تمام، في برضو هنا الاكس التلاتة ب25 ريال، عرض برضو من ضمن العروض الحلوة بصراحة. طبعا بكل انواعه بقى، تيجي بقى تشوف اللي انت عايزه ايه بالظبط. الفا هنا برضو الفا مش عارف بصراحة، الفا الاتنين دول ب13.5 ريال، اتنين مع بعض ب13.5 ريال. الانشانتر اللوشن ده برضو الاتنين ب21.5 ريال، طبعا برضو على حسب روحة ده بالنسبة لحاجات الحريم. ده برضه يا جماعه كده الانشانتر اللي هو الباودر بتاع الجسم، معطر الجسم، الاربعه دول عاملين 26.5 ريال، ده اللي هو ال 250 ملي. في هنا ال 125 ملي، الاربعه عاملين 19.75 ريال. وفي برضه الرولون مزيل العرق جبنا عليهم واحده، ده عامل 17.5، 17.75 برضه، 17.75. ده هنا القسم بقى بتاع المفروشات عامة بتاع البيت. القعدة دي جميلة جدا بصراحة، بس طبعا عايزة مكان يكون، عايزة فيلا بقى أو مكان واسع، بس جميلة جدا بصراحة. بتنقلك في مكان تاني خالص. وعدة بتاعت القهوة وكل حاجة. قسم المفروشات كله طبعا جميل جدا، بصراحة الأسعار عالية قوي يعني. ده هنا الترابيزات يعني الخاصة بال، سواء ترابيزات تلفزيون بقى أو حاجات بتتحط للديكور يعني. التقفيل بتاعهم جميل جدا بصراحة. في الحياة تحف جميلة بصراحة. دي كراسي المساج يا جماعة، الكرسي ده جربته تحفة بصراحة. سعره هنا كام؟ 1333 ريال، بس كرسي تحفة. ودي هنا الطاولات اللي بتقدم عليها الحاجات زي الترول كده، جميلة جدا برضو، شكلها شيك يا جماعة أنواعها. دي كلها مجموعة الترابيزات الخاصة بالتلفزيون. المشكلة دي هنا برضه أنواع طاولات مختلفة. شكلهم شيك قوي يا جماعة بصراحة. جميع الأحجام يعني متقسمة جميع الأحجام.
برضه اللي بقى دول شكلهم حلو جدا. هنبدأ نخش هنا على السجاد طبعا بأنواعه، ما شاء الله السجادة دي بتاعت فيلا مش بتاعت شقة عادية. شايفين مساحتها قد ايه يا جماعة؟ ودي برضو ترابيزات انتيكات برضو. ما شاء الله السجادة دي شكلها تحفة بصراحة. ترى دي سعرها كام؟ يا نهار ابيض، سعرها 7000 ريال، شكلها ايطالي. ايطالي او ايطالي. الله، سجلها ب 7000 ريال، ثمن عربية. طبعا هذا بجميع اشكاله يعني. السلام عليكم. ما شاء الله شكلها حلو جدا السكه دي. يا جماعة دي أنواع الفاكهة زي ما انتم شايفين هنا في الثلاجة. التين الشوكي أو اللايس تين شوكي، نخوخ، ودي فاكهة التنين اللي كنت جربتها قبل كده، بس كان بيقولوا من الحاجات اللي بتعمل وقاية من أمراض السرطان، ربنا يعافينا يعني. هنا البرتقال الفاكهة زي ما انتم شايفين. طبعا هنا لما تيجي تاخد اي فاكهة او خضار او كلام من ده بتاخد بالحبة، مفيش حاجة اسمها زي عندنا في مصر تاخد بالكيلو او كده، لا انت بتاخد على قد احتياجك، مش لازم تاخد يعني، ممكن تاخد حبة حبتين زي ما انت عايز، مش لازم تاخد بالكيلو، مفيش الكلام ده هنا. ده هنا الخاص برضه. يا جماعة بقى مياه معدنية اسمها الريان، بصراحة من أحلى المياه المعدنية ممكن تشربها هنا في الدوحة، ممتازة جدا 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 يعني، سواء في الطعم أو النقاء بتاعها نضيفة جدا. على الركن بتاع النجف، جميلة بصراحة النجف. وهنا برضو عشان بالنسبة للناس كبار السن اللي بتحتاج عكاز أو حاجة، في متوفر هنا برضو عكاكيز أهو، الناس الكبار ربنا يديهم الصحة يعني. حاجات زي دي كده عاملة 69 ريال، طبعا على حسب الخامة دي يعني، مثلا حاجة زي ده كده 170 ريال تقريبا، كل حاجة حسب خامتها يعني. الناس برضه يا جماعة اللي بتبقى داخل عشان تشوف شفاط للمطبخ أو حاجة، أنا واحد من الناس كنت ما كنتش عارف بيتباع فين، موجود هنا برضه أهو بجميع أحجامه. هنا كمان الأضواء أو النجف، شكلها جميل جدا. عندي بقى أشكال الأبجورات هنا. هنا كلها أشكال الأضواء اللي بتعمل اللي خاصة بالديكورات، ممكن تحطها على الحيطان بالنسبة للأوضة أو كده، جميلة جدا بصراحة، شكلها شيك جدا زي ما انتم شايفين.
وأسعارها حلوة جدا على فكرة، يعني مش اللي هي الغالية قوي. طبعا الفوانيس كلها اللي ممكن تتحط برضو بالنسبة كديكورات خارجية للمنازل أو كده أو لبيت كبير، صراحة شكلها شيك جدا زي ما انتوا شايفين. كانت جميلة بصراحة، شكلها حلو جدا. حلوة أوي الفيسة دي بصراحة. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم ان شاء الله، ونال اعجابكم. اذا عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب، يا ريت دعم منكم عشان اقدم لكم الجديد باذن الله، واتمنى لكم سعيد. سلام عليكم.